أي جرح في قلبي دا 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 أي دمعة حزن دا 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 أي جرح في قلبي دا 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 أي لحظة حيرة دا 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 عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام برافو. تحياتي أعزائي المشاهدين، كل التحية والتقدير لحضراتكم ولكل مواطن مصري شريف بيحب بلده بجد بعيدا عن البحث عن نجومية زائفة أو مكاسب. وهي دخلنا في الجد، العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم اللي فاتوا حاجة في العشرين يوم اللي فاتوا، اللي يعني المجال مفتوح والحسنات مضاعفة وليلة القدر موجودة في العشر أيام الأواخر، فنجتهد على قدر الاستطاعة وكل عام وحضراتكم بخير وصحة وسعادة. بيسعدنا أن نلتقي حضراتكم من خلال هنا ماسبيرو على شاشة التلفزيون المصري تلفزيون الشعب. في الحقيقة فكرنا أنا وزميلتي عواطف وأسرة الإعداد الحر الشديد اللي كان اليومين اللي فاتوا فرض نفسه علينا وعلى تفكيرنا، ففكرنا نقدم لحضراتكم هذا اللقاء نتناول فيه تأثير ارتفاع الحرارة والتغيرات المناخية على صحة الإنسان، علاقة ذلك بالمية والشرب اللي بيشربهم وخاصة في شهر رمضان، علاقة التغيرات المناخية بأمن الطاقة بالصحة بالأمن الغذائي حتى بالأمن القومي. وعشان كده تخيرنا ضيوفنا بعناية شديدة. في البداية قبل ما أقدم ضيوفي برحب بزميلتي العزيزة المذيعة المتألقة زميلتي عواطف أبو سعود. أهلا بك يا عواطف. أهلا بك يا خالد، وأهلا بكل طيبة. سنة وأنت طيب. بنرحب بضيوفنا الأعزاء الأستاذ الدكتور هشام القصاص عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك ومنورنا في حلقة الليلة من هنا ماسبيرو. أهلا بكم جميعا. استشاري التغذية والسمنة والنحافة الدكتورة شيرين متولي منورانا، وسعداء بوجود حضرتك معنا جدا في حلقة النهاردة، وأكيد حديثنا هيكون مفيد للسادة المشاهدين. أهلا بك. عواطف معانا خبر الحقيقة، احنا معانا مجموعة من أخبارنا هنبدأ معاكم قبل ما نبدأ حلقتنا. أول خبر معانا عن انطلاق اليوم البث الرسمي لقناة تايم سبورت في نسختها الفضائية. قناة تايم سبورت طبعا تعتبر نقلة وإضافة في مجال الإعلام الرياضي. هذه القناة هتبث من خلالها، هيتم بث جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية اللي هتبدأ في 21 من يونيو القادم. كمان من خلال القناة بكرة إن شاء الله هيتم بث مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية عبر البث الأرضي. طبعا تمنياتنا لفريق الزمالك بالتوفيق إن شاء الله. كمان هذه القناة زي ما انتم عارفين هتقدم خدمات إعلامية رياضية متنوعة. ده أول خبر معانا. معانا خبر تاني كمان مع الزميل خالد. الخبر التاني خاص ببروتوكول التعاون، بروتوكول التعاون بين الوطنية الهيئة الوطنية للإعلام والمتحدة للخدمات الإعلامية. تم وفقا للقانون للاستفادة من المحتوى الفني المملوك للوطنية للإعلام، المحتوى الإعلامي والفني الذي سيتم إتاحته على المنصة الرقمية الجديدة سيعرض بنظام حق الاستغلال وليس البيع. وتؤكد الهيئة الوطنية للإعلام أن بروتوكول التعاون الذي تم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة إعلام المصريين ومجموعة دي ميديا الإعلامية جاء في إطار الحفاظ
على المحتوى الفني للتلفزيون المصري وطبقا للقواعد والقوانين المحددة في هذا المجال، والتي تحفظ للهيئة الوطنية للإعلام حقوقها الكاملة سواء الفكرية أو المادية للمحتوى الذي سيتم تحته على المنصة الرقمية الجديدة بشكل حصري كحق استغلال وليس بيع، وسيتم عرضه باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغير طرق تلقي المحتوى عالميا وتعظيم عوائده وبما يعود بالنفع على الهيئة الوطنية للإعلام. وتشدد أخيرا الهيئة الوطنية للإعلام بأن البروتوكول يمثل أحد الطرق والأفكار كي تستفيد الهيئة الوطنية للإعلام من المحتوى الإعلامي والفني المملوك لها، وأنه لا مجال على الإطلاق للتفريط في حقوقها وملكيتها لهذا المحتوى، والذي تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة به لتوفير الضمانات اللازمة لحفظ هذه الحقوق. طبعا دي كانت أخبارنا. برحب برضو بضيوفنا مرة تانية دكتورة شيرين ودكتور هشام. دكتور هشام، هنبدأ بمسألة المتغيرات المناخية. زي ما احنا عارفين طبعا أنه كوكب الأرض الحقيقة يشهد الكثير من التأثيرات الكثيرة بسبب المتغيرات المناخية، أدت إلى تغير في مجالات عمل مختلفة، وأصبح مهم جدا حتى دراسة أساليب إزاي نتعامل مع هذه المتغيرات المناخية. ولكن قبل ما نتكلم بالتفاصيل عن المتغيرات المناخية، ممكن حضرتك تقول لنا ما هي المتغيرات المناخية وما هي أسبابها؟ تمام. أولا السلام عليكم، كل سنة حضراتكم طيبين جميعا. طيب. طبعا التغيرات المناخية هي عبارة عن تغير فيما هو موجود. بمعنى إيه؟ التغير المناخي ده مش وليد اللحظة، يعني مش حاجة حديثة من 10 سنين من 20 سنة، دي من ألاف ملايين السنين دي كانت موجودة. التغيرات المناخية بيحصل إن إحنا لو على سبيل المثال، مين يصدق إن إحنا في مصر هنا كان عندنا غابات وكان عندنا أنهار وكان عندنا عيون وكان البحر الأبيض المتوسط موجود في الفيوم؟ البحر الأبيض المتوسط كان موجود في الفيوم، ده كان موجود. كان عندنا هنا فيل في الفيوم اسمه فيل الماموس. كان عندنا ديناصور أكل الأعشاب والنباتات، كان الكلام ده موجود. إيه اللي حصل نتيجة التغير المناخي الكوني؟ إن حصل بقى تغير أحزمة المطر، اتغيرت الأجواء من البرودة والأمطار إلى الحرارة والكلام ده. تغير مناخي كان أوروبا، اللي أوروبا وأسيا والمناطق دي كلها كانت بترعى الأفقار وبترعى الأغنام. إحنا كان عندنا الحضارات، كان عندنا أهر النيل وأنهره المختلفة، كان عندنا حضارات وعندنا زراعات وعندنا كيان، كان موجود دولة، دكهم كان رحل، أينما توجد الأمطار كان يرحلهم. هذا التغير الموجود اللي كان موجود، إن إحنا لما كان عندنا نهر النيل كان عندنا البحر المتوسط في الفيوم، نتيجة التغير المناخي انحصر إلى الإسكندرية، كان عندنا الفيل بتاع الماموس، نتيجة بقى خلاص مفيش أمطار، مفيش غابات، مفيش الكلام ده كله، فمات انتهى. عرفنا منين؟ عرفنا وجدناه في جبل قطراني موجود، اللي هو الحفرية بتاعته موجودة في جبل قطراني. الحيتان عندنا وادي الحيتان اللي كان موجود وموجود عندنا صحيح. دلوقتي محمية عالمية، محمية وادي الحيتان اللي موجودة. فإذا هذا التغير بيؤدي من إلى، يعني لما كنا نقول اليمن وكان سد مقرب وكنا نتكلم على حضارة سبأ والكلام ده كله والجنات والعيون، دلوقتي بقت الربع الخالي اللي هو فيه كثبان الرملية والرمال والكلام ده كله. ده تغير كوني أنا كإنسان ماليش دخل فيه، ده حاجة كونية حصل. الأمطار اتغيرت من حزام إلى حزام، الأمطار والبرودة والحرارة والكلام ده كله. بعد ما كنا دولة مطيرة أصبحنا دولة جافة وشديدة الجفاف اللي موجودة والكحولة اللي موجودة عندنا. ليه أسباب؟ دي المتغيرات الكونية، لكن هل المتغيرات المناخية فقط كونية ولا في أسباب؟ ما هو اثنين. قديما نستطيع أن نقول أنها كونية وأدت إلى اندثار لحياة لحيوات مختلفة. اللي بقول لحضرتك الديناصور اختفى، الفيل اختفى من مصر، الكلام ده كله اختفى. قيام حيوات جديدة بما يتلائم مع المناخ الجديد. التغير المناخي الحالي ده بسبب الإنسان وله أسبابه بقى. أسباب التغير المناخي بارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، وخاصة بعد الثورة الصناعية بدأ استخدام الفحم واستخدام الطاقة، وبدأ أن هم يدخلوا بالصناعة بدرجة كبيرة جدا، فأدى إلى انبعاث كميات كبيرة جدا من ثاني أكسيد الكربون. غاز الميثان سواء كان من الصناعات أو حتى كان من الحاجات، يعني مثلا المزارع الحيوانات اللي هي الأبقار والحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها من الحاجات اللي بتنتج الميثان. عندنا كمان أكسيد النيتروز اللي موجودة، أكسيد النيتروز اللي موجودة دي من ضمن الحاجات اللي هي بتسبب الميثان، بخار المية، كل الحاجات دي اللي هي كلوروفلورو كاربونز، كل الحاجات دي كلها كيميكالز سببها الإنسان. أدى بقى إلى اللي احنا بنتكلم عليه اللي هي التغيرات المناخية نتيجة أشياء ممكن نتكلم عنها لاحقا إن شاء الله. يمكن هروح للدكتورة شيرين. احنا معنا طبعا خبر هنقوله، بس بعد ما اروح للدكتورة شيرين، يمكن الجو الحر وارتفاع درجات الحرارة اليومين اللي فاتوا في أثناء شهر رمضان فرض نفسه في الحديث في كل الأوساط الطبية وغير الطبية،
وده خلانا نتساءل، في ناس بتخلط كتير بين ضربة الشمس وبين الإجهاد الحراري. فإحنا هنتكلم حقيقة طبعا والتغذية والمية وكل حاجة، بس نفرق في البداية بين ضربة الشمس والإجهاد الحراري وتأثيرهم على الصحة العامة للإنسان. يعني إحنا عندنا أربع مراحل. في حاجة اسمها الإجهاد الحراري، أو دي لما تكون حد يعني الجو حر شوية فيبدأ يجيله زي إعياء بسيط، دوخة، مش قادر يأكل. دي أول درجة، يعني أول مرحلة منهم. المرحلة اللي بعد كده لو الحرارة زادت أكتر وفضلنا متعرضين لحرارة أكتر، ممكن ندخل في كرامبس، تبتدي عضلاتنا يحصل لها نوع من الانقباضات، يبتدي بقى حاجة مؤلمة، يعني زي بتحصل للعيبة لو بيلعبوا مثلا في ملعب في جو حر، تلاقي عضلة السمانة أكتر بيحصل لها كرامبس من كتر الحرارة. دي المرحلة الأعلى أو الأخطر. بعدها بشوية دي بنبتدي نحاول، لازم لو ابنك بيلعب في الشارع في مكان حر ماشية وبدأ تحس بكرامبس في عضلات جسمك بشكل معين، لازم نعمل آيس باكس، نحط كمادات ساقعة تلج لو عندنا في المكان، بنعمل حاجة اسمها نوع من ستريتشنج بحيث ان احنا نقلل الانقباض وياخد بقى نعوض بالسوائل والاملاح والحاجات زي محلول الجفاف او whatever. ده لو حس بضربة الشمس. دول مراحل قبل الضرب. الضربة هي اخر مرحلة، هي المرحلة الرابعة. يعني هو الاعياء، بعد كده ندخل في التقلصات بتاعة العضلات، بعد كده نوع من اسمه thermal exhaustion، اعياء اكتر او اجهاد اكتر حراري. ده اللي يبتدي بقى الانسان وشه يبقى بيل، يصفر، يبتدي يدوخ، يبتدي يبقى مش قادر يركز. دي المرحلة اللي بعد كده. دي كلها علامات بتوصل لضربة الشمس. هما مراحل. اخر مرحلة فيهم اللي هي ضربة الشمس، دي بقى لما نبتدي نقرب على نعدي الـ40. دي اللي هو لازم بقى يروح مستشفى، لازم يتشال من المكان فورا، نبتدي نعمل الاسعافات الاوليه، يتغطى بحاجه فوط مبلوله، يرش عليه ميه المستشفى. ما هو سواء ما انت في ساعتها لازم يحصل اسعاف في وقتها، لان ممكن على ما يوصل لاي حاجه قريبه، يعني لو عندك حاجه قريبه فاين، لو ما فيش لازم تعملي، لان الوقت هيفرق. طب لو شخص صايم في الفتره دي هل لازم يفطر لو جات له المرحله الاخيره من ضربه الشمس؟ لازم هديله حاجات تعوض، ولو في اي حاجه يعني نحطه في حمام في ميه ساقعه، نرش عليه ميه لو في فوط بميه ونغطي بها جسمه فوق، يعني تمام. لازم جسمه يتعرض لميه على طول. نلحق، مش هنلحق نقعد ندور مثلا. يعني في ناس نروح مستشفيات الحميات، طب لو بعيده مفيش مستشفى حميات قدامي، لان لما نبتدي ندخل في مرحله الخطوره اللي هي ندخل عند درجه 41 وكده، الجسم هيبتدي السيستمز بتاعته تنهار. ده عند التعرض المباشر للشمس بدرجات الحراره. تعرض للشمس وفترات مباشر. طويله مباشر بتلعب، حد بيلعب، هي بتحصل اكتر للرياضيين لما بيلعبوا في اولاد، حتى بيلعبوا في ملعب في الشارع والجو حر، درجات الحراره العاليه جدا. حتى كان في اليومين اللي فات تحذيرات ما حدش ينزل غير للضروره. طيب. دي ضربه الشمس. الاجهاد الحراري ما احنا قلنا هم اربع مراحل، يعني اخرهم اخطرهم. يعني احنا بدانا بالجهاد الحراري بنوصل لضربه الشمس. دي مؤشرها لما بنوصل عند درجه ندخل جسمك خصوص ال 41 درجه واكتر، دي اللي تستلزم بقى انه يدخل المستشفى او يروح لاي يعني مستشفى، لان هنا بيكون خطر على جسمه. دي اللي بتؤدي الى الوفاه، يعني دي لو يدخل في غيبوبه او يموت، هي دي اخر مرحله فيهم. يعني هم ترجمتهم بالعربي يعني الثيرمال فاتيج، بعد كده الكرامبس، ثيرمال اكزوشن، واخر حاجه اللي هي ثيرمال ستروك اللي هي ضربه الشمس. هي الترجمه العربي ما فيش، بس هي مش فروق فظيعه، يعني الاعياء الحراري الاجهاد، اخر واحده ضربه الشمس اللي هي بتؤدي للوفاه، ان يعني ممكن حد يقع في الملعب لو تعرض ولسه بيعمل مجهود والكلام ده. دي اللي لازم، دي اللي بيحصل فيها الوفاه، او يدخل في غيبوبه من الحراره والكلام ده. هننتقل ليه دكتور هشام. الحقيقه عايزين نتكلم عن ظاهره الاحتباس الحراري. الحقيقه دي سمه سائده في هذه الفتره، وعلى الرغم ان احنا زي ما احنا بنشوف يا دكتور كتير جدا من المؤتمرات الدوريه والعالميه، لكن على الرغم من كده لحد دلوقتي ما فيش الزام للدول ان هم يتفقوا على يعني استخدام بنسب محدده للفحم او البترول والاستخدام الطرق او الطرق البديله. فهل العالم يتحمل عدم الوصول لاتفاق بصراحه؟ هو في كوارث، يعني تسمحوا لي بس يعني اتفضل كمل اللي قالته حضرتك. لما ندخل لضربه الشمس، ضمن الكوارث بتاعه التغيرات المناخيه وهي ارتفاع درجه الحراره. صحيح. احنا يعني دلوقتي بقى عندنا خريطه، مش عايز اقول اسمها بالظبط، هي اسمها خريطه الموت. خريطه الموت. العالم كله حطوه في خريطه بالنسبه للتغيرات المناخيه، وجابوا مصر، ما احنا بنتكلم على مصر، فقال لك والله نتيجه التغيرات المناخيه في حاله ارتفاع درجه حراره واحده او اثنين او ثلاثه، ففي الحاله دي مصر معرضه من 20
إلى 40 واحد لكل مليون يموتوا بسبب ارتفاع درجة الحرارة. من 20 ل 40 حسب بقى شدة وحدة درجة الحرارة. فإذا خريطة الموت بتوضح العالم إيه إن الأكثر تضررا وأكثر تأثرا، والخريطة خلاص تبص لها، تبص للمفتاح بتاع الخريطة، هنا مصر، يبقى من 20 ل 40 لكل مليون فرد في ارتفاع درجات الحرارة. يعني المفروض إن على مدار الخمس سنوات اللي فاتوا درجات الحرارة زادت، هي ممكن تزيد؟ هتزيد. قد إيه؟ هتزيد قد إيه؟ السيناريو عندنا خمس درجات، ولا قدر الله لو حصل احنا وصلنا لاربعه وخمسه، اقدر اقول لحضرتك خلاص احنا دخلنا في عالم اخر. بمعنى هديكي مثال بسيط جدا، ارتفاع درجه حراره واحده بس، درجه الكون حراره ارتفاعها بسبب الحديث، السبب اللي انت قلتيه، سبب ان الانسان عايز يدخل في الصناعه، عايز ثروات، عايز البطاله، مش عايز بطاله، عايز عماله، فبالتالي بيستخدم الفحم، بيستخدم البترول، بيستخدم كل الوقود الاحفوري اللي موجود، فبيحصل انبعاث ثاني اكسيد الكربون بيؤدي للظاهره اللي حضرتك قلت عليها اللي هو الاحتباس الحراري. يعني ايه احتباس حراري؟ هو عباره عن نظام الصوبة، حتى بنسميه كده الصوبة الزجاجيه. بيحصل ان الشمس بتدخل الاشعه، لكن لما بتيجي تخرج الطبيعي كانت بتخرج طبيعي زمان قبل من 20 30 سنه، لا دلوقتي بقت تخرج ببطء، وبالتالي حصل احترار او حصل الاحتباس الحراري اللي هو موجود نتيجه ان في ريفليكشن، حاجه كده عامله زي البطانيه فوق في الغلاف الجوي، فبتد ما تسمحش بخروج كل الاشعه اللي موجوده، وبالتالي يحصل الاحتباس يؤدي لذوبان الجليد، يؤدي لارتفاع درجات الحراره اللي موجود. هندي مثل بسيط جدا، لو ارتفعت درجه الحراره تكون درجه واحده، ارتفاع درجة واحدة ده هيؤدي إلى 30 ألف شخص موت، تبييض 80% من الشعاب المرجانية، دي كارثة سياحية بالنسبة لنا خطيرة جدا. ارتفعت 2 انخفاض المياه في بعض المناطق المهددة، جنوب أفريقيا هتبقى في قمة القسوة بالنسبة لندرة المياه اللي موجودة، مليون شخص معرضين للملاريا لو ارتفعت درجتين، الملاريا هيحصل لها هجرة، الحشرات الفتاكة القاتلة يعني خطر من مكان لمكان وفقا للحرارة، هتجري تسحب ورا الحرارة، يعني هي لو كانت موجودة في السودان تيجي عندنا في مصر ليه للحرارة، احنا ما عندناش ملاريا لكن هيبقى عندنا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، هيجي لنا آفات أصلا احنا مش مستعدين لها، هنضطر نستخدم مبيدات أقوى أقصر قوة وقسوة، وبالتالي يحصل لنا مشاكل أخرى. والنسبة كمان حضرتك قلتها من شوية اللي هي من 20 ل 40 شخص كل مليون، دي نسبة كبيرة، الناس ما تستهينش بهذا الرقم. لا ده في أعلى من كده في دول تانية. دكتور عاوز آخد رأي حضرتك، كان الناس تداولت على وسائل التواصل الاجتماعي اليومين اللي فاتوا ان اول امبارح بالتحديد ان في بعض المناطق في مصر كانت من اعلى درجات الحراره يمكن في خلال السنوات الماضيه كلها، اسيوط والمنيا بالتحديد. أيوة ركزوا عليها، كل ما هتطلع للجنوب كل ما هتبقى التدميرات اكثر والاثار. ده بقى تاثيره ايه؟ هيؤدي ان كميه المياه اللي بنستخدمها في الزراعه مش هتكفي، لان هيحصل بخر زياده، النبات هيحتاج كميه غير ندره المياه اللي موجوده اساسا. ما هي دي قصه بقى، دخلنا في قضيه الامن الغذائي، الامن المائي والامن ده هنرجع لها يا دكتور. طب نكمل بقى، لو حصل في 10 مليون شخص هيتاثروا بالفيضانات الساحليه. لما هيحصل الاحتباس الحراري اللي حضرتك بتقوليه، هيحصل ان هيحصل الجليد هيدوب، هيحصل ان المحيطات هيزداد وترتفع، البحر الابيض المتوسط مقدر ليه في خلال القرن القادم هيرتفع بمنسوب 1 متر. ارتفاعه بمنسوب 1 متر هيأثر على المناطق الساحلية اللي موجودة، وبالتالي هيؤدي إلى وجود فيضانات، وبالتالي لما يجي متخذ القرار يكون يعمل مناطق صناعية أو مناطق قرى أو الكلام ده، لابد أن يضع في الاعتبار أن هناك ارتفاع في منسوب البحر الأبيض المتوسط هيؤدي إلى غرق هذه المناطق، وبالتالي ده بيقول لنا يعني أولا هو في مجلس لسه متكون بقاله أسبوع، اللي هو مجلس الأعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء، برئيس الوزراء اللي موجود. فبالتالي بدأ فيه اهتمام الدولة، تخلى بقى لما الناس يعني لا ده في حاجه، فبالتالي على الخطر. فبالتالي طيب اسمح لي يا دكتور هنكمل مع حضرتك، وانت حضرتك يمكن قلت في امن غذائي وفي امن قومي من التغيرات المناخيه، مهم جدا. احنا دلوقتي هنروح مع اوركسترا وزاره الشباب نشوف ونسمع مع مجموعه من المبدعين الشباب اللي بترعاهم وزاره الشباب والرياضه، وهنرجع طبعا بعد كده مع زميلتي عواطف مع الدكتوره شيرين بقى الاطعمه والاغذيه المهمه بقى في شهر رمضان وفي الجو الحر بشكل عام. نخرج نشوف فرقتنا الجميله هتسمعنا ايه.
يا عيني ليه تنظري لأهل الجمال تاني، يا عيني ليه تنظري لأهل الجمال تاني، ما كنت قلتي خلاص إيجار تاني، يا ما رضيت بالهوى يا ما يا ما رضيت بالهوى والذل يا قلبي والذل يا قلبي والذل يا قلبي اشكي يا قلبي الحزين. لمون الناس على حبي لمون الناس، وكان الذنب مش ذنبي ومال الناس، لمون الناس على حبي لمون الناس، وكان الذنب مش ذنبي مدام القلب حب خلاص أنا مالي أنا مالي ومال الناس. حكم والقلب له راضي وحن إليه، لقيت قلبي كان البادي وخالف ليه، حكم والقلب له راضي وحن إليه، لقيت قلبي كان البادي وخالف أناني سقاني الشهد ورواني، عرفت الحب أناني سقاني الشهد ورواني، وليه يا ناس تلومون على حبي تقسون، وليه يا ناس تلوموني على حبي تقسوني، مدام القلب حب خلاص أنا مالي أنا مالي ومال الناس. جميلة جدا دكتورة شيرين. احنا اتكلمنا طبعا على ضربات الشمس وعلى المراحل المختلفة لضربات الشمس، احنا لسه في الصيف ولسه متوقعين ان يبقى فيه يعني درجات الحرارة ترتفع والناس صايمة. عايزين نتكلم بقى على التغذية، هل في يعني نوعية معينة من الغذاء سواء على الفطار او السحور بيسمح ان هو يخزن المية لتاني يوم؟ طبعا اكيد. خلينا بس نقول الاول يعني ايه اهمية المية وايه خطورة الحرارة وعلاقتها بالمية. بالمية ايه وظيفة المية في جسمنا؟ وظيفة المية انها بتحافظ على الفوليوم او حجم الدم في الجسم يبقى بحجم معين، فطول ما الحجم ده يعني موجود المية مكملاه او مخلياه بالحجم ده، فبيقدر ينقل النيوترينتس او المواد الغذائية لكل الانسجة والعضلات والمخ، وبتنقل لهم الاكسجين وبينقل، فالدم قادر يقوم بوظيفته. فالمخ واصل له اكسجين كويس، المواد الغذائية واصلة لكل حتة في الجسم كويس.
تاني حاجة بتمنع يعني بتحافظ على اللزوجة بتاعة الجسم تبقاش زيادة، فما بندخلش في موضوع الجلطات واللزوجة تبقى عالية قوي لو المية قلت وندخل في الجلطات والمشاكل بتاعة القلب والشرايين والكلام ده كله. تالت حاجة ان المية بتعمل تنظيف للجسم، ان احنا بنطلع اي سموم او حاجات مضرة عن طريق البول والكلام ده كله. فبمناسبة البول للأمهات في الجو الحر ده ياريت تراقب لون البول بتاع الأطفال، كل ما يبقى لون دارك تعرف ان هي غامق. طفل غامق فهي تعرف ان ابنها محتاج المية قليلة، مش قليلة. لازم طبعا محتاج انه يشرب اكتر. البول لازم يبقى زي اللي هو الذهبي الفاتح. ايوه بتاع مش اطفال بس، يعني كل الناس. كم لتر ميه في اليوم المفروض لكل شخص؟ لو احنا في رمضان، لو بصي خلينا نقولها بطريقه اسهل، احنا لازم كل ساعه نشرب كوبايتين ميه. كل ساعه؟ مش ورا بعضه. كل ساعه؟ لا مش ورا بعضه. لسبب ساعات بناس بتفهم غلط، يشربوا ورا بعضه. يعني كل نص ساعه كوبايه ميه او كل ساعه كوبايتين. كان مره معانا لقاء مع الدكتور هاني الناظر، طبعا الاستاذ الامراض الجلديه الكبير جدا، فلقيته حاطط ازازه ميه قدامه وكل شويه، هو طبعا كان في حديثه معانا بينبهنا على اهميه الميه للجلد والحاجات كتيره جدا وللشعر فكان كل خمس دقائق يشرب بق ميه. فهو يمكن عاطف فكرتنا دلوقتي يعني هل فعلا كل فتره كده نشرب بق، مش لازم كوبايه كامله، لكن كل فتره ممكن نشرب شويه ميه كل خمس دقائق كل 10 دقائق؟ ده حقيقي. الحته دي بالذات فيها مفهومين مغلوطين. مفهوم ان الناس متخيله ان لما هشرب كتير قوي فده هفيد جسمي اكتر. بس اشرب ازاي؟ الفكره ان انا جسمي مش بيخزن الميه، والكلى ليها قدره على استيعاب الميه وفلترتها، اكتر من القدره دي هتنزل مش هستفيد منها كانها لم تكن. فعشان ادي للكلى القدره، ما اعملش كمان اجهاد على الكلى، ما اعملهاش اجهاد ان دي كميه اكبر من قدرتها، هي طاقتها الاستيعابيه انها تستفيد في زي ما قلنا في نص ساعه كوبايه، فتشرب يعني تظبط بقى نفسك. هل في مثلا كوباية. رقم كام لتر في اليوم المفروض لكل لو شخص؟ احنا في رمضان بنتكلم في الفتره اللي احنا فاطرين فيها من الفطار للسحور، احنا بنتكلم في 3-4 لتر مثلا. ازازتين ميه ازازتين ميه لو هتقسميهم كده هتلاقيها في الايام العاديه. الايام العاديه بقى اشرب على قد ما تقدر، بس يعني لو انت ماشيين بالريت هي يعني احنا بنتكلم 6-8 يعني على حسب انت. اصل انا بسهر ولا بنام بدري، بصحى قاعده في جو حر ولا قاعده في مكتب مكيف، كلها بتفرق. لكن انت لو تمشيها بحسبه بسيطه كل نص ساعه كوبايه، تخلي قدامك ازازه تعرف الدوز اللي تشربها، هتبقى شيء لطيف. تاني حاجه مغلوطه تاني حاجه مغلوطه بس عشان الميه في رمضان، الناس متخيله ان لما هاجي في السحور هفضل اشرب ميه كتير جدا. بنعمل كده كتير على فكره، انا بعمل كده. فانا كده بخزن انا كده بخزن ميه تاني يوم. انا عندي بعمل كده للاسف. الجمل يعني احنا مش هنخزن ميه، ما احنا غير الجمل شويه، فاحنا اللي هتشربه هينزل منك، مش ملوش اي لازمه. هو الميكانيزم ان احنا نحافظ على جسمنا هايدريتد او رطب في رمضان، احنا من اول ما نفطر لغايه وقت الفجر السحور يعني الامساك هنشرب اللي بالنسبه اللي انا قلتها كوبايه كلنا، بحيث ان جسمنا يبقى مترطب طول الوقت. ده الميه. كانت عاطف سالت حاجه الجزء الثاني. التغذيه بقى لو لرمضان، يعني خلينا نقول الاول لرمضان وبعد كده نقول ان جنرال لرمضان. وقت الاهم طبعا السحور، لان هو ده اللي هيديني الاستورج بتاع الميه بتاع ثاني يوم كامل. صحيح. ويقدر يخليني اقعد في الوقت الحر، انزل شغلي، اعمل الافورت اللي بعمله وجسمي هايدريتد ومرطب. السحور لازم يكون في الوجبات او الاكل الحاجات اللي تديني ميه بالتدريج، تبقى عامله زي المفتاح كده، ما اديش حاجه كبيره وتنزل مره واحده واقعد طول اليوم. ايه الحاجات دي؟ حاجات مثلا زي الزبادي، الفاكهه الالياف اللي فيها هتخليني الميه تنزل للدم بالتدريج، ما يبقاش رعش مره واحده وتخلص مره واحده. ما اخدش الحاجات whatever. اي حاجه whatever. احنا في الصيف ربنا سبحان الله يعني خالق لنا الصيف محتاج حاجات تديله ترطيب، ومع الترطيب عشان دي برضو الناس مش قوي معتقده، الحكايه مش ميه بس. الجسم او الدم هو عباره محتاج ميه ومجموعه من الفيتامينز ومجموعه من المينرالز اللي هي الاملاح المعدنيه المهمه، لان لو الميه لوحدها هيجي لي اعياء، لان انا اللي بيحافظ على انقباض عضله القلب، على الصمامات، على كل الكلام والوظائف في الجسم، هي مجموعه املاح العضلات، انقباضها اللي بيقفل وبيفتح البوابات بتاعه العضلات، كل دي مجموعه املاح ببالانس او بتوازنات معينه بينهم. فانا جسمي محتاج قوي قوي في الصيف وفي وقت الحر المينرالز املاح المعدنيه المهمه، ميه وفيتامينز، دول الثلاثه موجودين في الفاكهه. نروح للدكتور هشام
ويمكن حضرتك في أثناء حديثك مع عاطف على الاحتباس الحراري وصفت لنا الظاهرة، ويمكن حضرتك قلقتنا، بس هو القلق اللي هو بيسموه قلق إيجابي عشان ناخد بالنا، ويمكن حضرتك قلت إن الدولة بدأت تاخد بالها من الموضوع ده والعالم كله، يعني ده خطر يهدد العالم كله. حضرتك في بداية حديثك قلنا إن التغيرات المناخية بتأثر على حاجات كتيرة جدا، بتأثر على الأمن الغذائي، على الأمن الصحة، بتأثر على الطاقة، فبالتالي في النهاية بتأثر على الأمن القومي لأي بلد. رؤية حضرتك في التغيرات خاصة على الأمن الغذائي والطاقة وعلاقتهم بالأمن القومي. طيب لو عرفنا أن من ضمن السيناريوهات اللي موجودة أن تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في مصر، عملنا دراسات، الدراسات دي أوضحت أن في كتير من الحاصلات زي القمح، زي الشعير، زي الفول الصويا، زي الحاجات الحصيلة الرئيسية هتنخفض بنسبة من 16-18%. ونفس الدراسات قالت لا والله ده في حصيلات أخرى هتزيد زي القطن، هيزيد 20%، ودي لها علاقة بحاجة اسمها كربون 3 وكربون 4. يبقى أنا عندي مؤشر، إذا كنت أنا دلوقتي كأمن غذائي أنا أصلا مش عنديش اكتفاء ذاتي من القمح وهينخفض 18%، لو أنا ما خدتش بالي وعملت حساباتي هيبقى عندي مشكلة. المشكلة الأخطر بقى إن التغيرات المناخية مش بس هتؤدي لارتفاع درجات الحرارة وغرق مناطق ساحلية والكلام ده، لا، دي بتؤدي إلى حرائق وإلى تحريك لأحزمة المطر. أنا كدولة مستوردة أكتر من 40% من إنتاج القمح، أنا بستورده، فلازم كمتخذ قرار هنا عيني على الدول اللي أنا بستورد منها وأشوف التغيرات المناخية عندها هتعمل إيه. تمام. لأن في 2008 لو أنتوا تاخدوا بال حضراتكم لما قبل الثورة إيه اللي حصل؟ إن بقى عندنا أزمة في العيش، وبالتالي الناس بقت تقف وتعمل مشاكل، وفي ناس ماتت وناس الكلام ده كله. وكمان أنا يعني مش بقول سر ولا حاجة، كمية الوزن بتاع العيش انخفض لأن ما كانش جاي لي من بره قمح. ليه؟ لأن احنا بناخد من أوكرانيا، من أستراليا، من الصين، من الاتحاد السوفيتي. حصل حرائق في هذه المناطق بسبب التغيرات المناخية، أو بنسميه المناخ المتطرف. المناخ المتطرف. وحصل إن أحزمة المطر في أوكرانيا اتحركت، يعني هم هناك ما بيزرعوش، ما عندهمش نهر النيل، ده عندهم الأمطار بتنزل المية بيزرع فيها الكلام، فحصل شفت في حزام المطر. لما اتحرك حزام المطر المناطق اللي كانت تزرع قمح بقتش تزرع قمح. مين المتأثر؟ واحد زي اللي بيستورد البتاع. وعشان كده بقول يا متخذ القرار هنا مش بس عينك على الانخفاض ال 18%، ده انت عينك على الدول اللي بتستورد منها وتتتبع التغيرات المناخية في هذه المناطق وتشوف حزام المطر حتى يمكن أن ندرك ما يمكن إدراكه. دي مهمة جدا لمتخذ القرار في الأمن الغذائي. صحيح. وهل في إدراك لهذا الأمر من دلوقتي؟ طبعا يا فندم، في تنبؤات عندنا. في معهد اسمه معهد الفود أند سيكيورتي في الولايات المتحدة الأمريكية. المعهد ده عمل حاجة خبيثة قوي، هو عايز يشوف إيه، يعني هو كان شاف، لاحظ، هو حاطط دماغه، مصر محطوطة في الدماغ يعني. أكيد. فتابعوا إن الدول دي اللي عندهم تنبؤ بالحاجات دي، فوجد فعلا ده كتاب اسمه كده، اسمه ربيع الصامت والأمن الغذائي في مصر. ده تبعوا الأربع دول بتوعنا اللي هي سوريا وتونس وليبيا ومصر. فمن ضمن مصر قالك الله ده هم أصلا بتوع تغيرات مناخية، فتنبأوا بيتنبأ، احنا نقدر نتنبأ بالتغيرات المناخية، فتنبأوا باللي حصل فتوقعوا ان هيحصل أزمة. عشان كده تلاقي يقولك عيش، حرية، عدالة اجتماعية. فمن ضمن الحاجات اللي هي المواضيع مش صدفة يعني. طبعا لا مش صدفة يا فندم، لا يا فندم مش صدفة. عشان كده بقول لحضرتك ليه علاقة وثيقة جدا بالأمن القومي. ليه؟ لأنك أنت لو يا دكتور لأنك أنت لو ما أخدتش بالك من اللي أنت بتستورده أنت في خطر. ما تقولش ده بعيد عني، أنا حدودي هنا، ده أنا حدودي هناك، حدودي هناك لأن أنا بجيب من هناك. وبالتالي لابد أن يكون في دراسة وعندي خطط بديلة وعندي الكلام ده. الأمر اللي بيخلينا لابد أن احنا نعتمد ونكتفي اكتفاء ذاتي للقمح، ده ممكن، ده محتاج دراسات، وأعتقد أنه ممكن في ظل اللي احنا بنشوف الثورة الرهيبة في الطرق، في الثورات اللي بنشوفها في الصناعة، في الأنفاق، في الزراعة، يعني في 1.5 مليون فدان بدأنا يعني أنا شايف هل احنا محتاجين كمان يا دكتور يعني دراسة لسلوك السلالات، وهل احنا محتاجين استنباط يمكن سلالات جديدة؟ هل صحيح ان المتغيرات المناخية بتسبب انه المزارعين بيضطروا ان هم يستخدموا مبيد اكتر؟ هل في سلوكات خاطئة؟ هل في سلوكات خاطئة للمزارعين؟ أيوة، لازم ناخد بالنا. ما هو ايه اللي حصل؟ احنا في حرارة ارتفعت. يعني انا بقول لحضرتك مش عشان انا راجل باحث في الموضوع ده، حضرتك احنا كل، حتى لو سالت الفلاح المزارع، حتى صياد السمك اللي موجود، قال لك الحراره ارتفعت.
الحرارة ارتفعت ده حتى ليه دلالة على الأسماك وإنتاجية السمك وهجرة طبعًا. السمك. الخطورة بقى في هجرة الأسماك، أنتوا عارفين إن بتيجي الأسماك من أوروبا نتيجة هو مش عارف الطريق، لكن نتيجة التيارات صحيح. المائية والحرارة والكلام ده، فهيحصل فيه مشكلة، وبالتالي الصياد عارف إن الحرارة لما ترتفع. حتى الحيوانات الماشية زي البقر والجاموس إضراره للبن ممكن بتكوينه للحم هيختلف وهيتأثر وهيضطر يحصل فيه، ده برضه لازم أحطه في الاعتبار. يبقى ده يبقى أنا بقول لمتخذ القرار خد بالك، أنت حدودك مش هنا، حدودك هنا وفي كل ما يأتيك من الموارد بتاعت القمح اللي ممكن تبقى موجودة. طيب دكتورة شيرين، عايزين نتكلم برضو على ممارسة الرياضة. في البعض بيتكلم في فكرة إنه إن إحنا نمارس الرياضة أثناء الصيام وإن ده بيخلي الحرق أعلى، هل صحيح الكلام ده؟ وهل مش خطر على أي شخص إن هو يمارس الرياضة، ولا هي نوعية معينة من الرياضة؟ وخاصة عاطف إن في ناس بتمارس الرياضة قبل الفطار بساعة ويقول لك أعلى حاجة للحرق. دي معلومه حقيقيه صح؟ يلا بقى ناخد الاجابه. غششتني. طبعا هو وقت الصيام في مجموعه هرمونز وتغيرات بتحصل في الجسم بتدينا مؤشرات نلعب امتى رياضه. من ضمنها حاجه اسمها الجروث هرمون او هرمون النمو، ده اللي الشباب بيحقنوه في اللي بياخدوه في الجيم عشان يبني الماسل بلد. دي مش خطر؟ مش خطر يا دكتور؟ هو هرمون اصلا موجود في الجسم طبيعي، وهم بياخدوه ارتفيشال عشان يزود الحجم العضله. الهرمون ده مش بيجي لو احنا واكلين، يعني الهرمون ده بيبقى اعلى نسبه فيه هو عكس الاكل، يعني هو بيجي مع الصيام لما تكون الجسم مش واكل فبيفرز طبيعي بكميات كبيره. فأعلى نسبة للجروث هرمون بيبقى موجود في الجسم في آخر وقت الصيام، اللي هو فترة قبل الفطار على طول بالساعة، أو اللي هي الساعة اللي قبل الفطار. فدي أحسن وقت نلعب بي سبور، فأكنك نازل جيم وحقن هرمون بدل ما تاخد حاجة صناعية. فده فعلا أفضل وقت إن احنا نلعب رياضة، نلعب في الساعة اللي هو أخلص على طول. في ناس حذرت من الدكتور ده من موضوع ده يا دكتور. هل كل نوع رياضة ولا في رياضة عنيفة؟ هقولك بالظبط. يبقى الوقت الأول ده أفضل وقت اللي هم الساعتين قبل الفطار، عشان يبقى خلاص فاضلي ربع ساعة تل ساعة وآكل. لأن احنا بعد في تغذية الرياضيين بعد ما نلعب رياضة في حاجة اسمها الريكافري ستيج، لازم الجسم نلحق نديله أنواع بروتينات وأكل معين عشان ما نفقدش نسيج عضلي. ما أنا الميزة في الرياضة إن أنا أبني نسيج عضلي، أو حتى لو هخس بس ما فقدش من عضلات، لو هفقد أفقد دهون ما فقدش عضلات. فده بنعمل لها حاجة اسمها ريكافري، بنديله نوع معين من الأكل ده هنقدر ندهوله مع الفطار فيلعب، وبعديها يأكل بربع ساعة لساعة. ده أحسن وقت، وعشان هرمونز والحاجات دي كلها واعلى حرق. النقطه دي عشان اللي بيسمعونا، عشان في ناس قالت انه قبل الفطار على طول بيكون كل الميه اغلبها خلاص جفت من الجسم، ده ما ياثرش سلبا؟ معلش انا باكد على الحته دي عشان كل اللي بيسمعنا. اولا ده احسن وقت عشان الهرمونات واحسن اتموسفير للجسم. خلاص. تاني حاجه، مين ما يلعبش في الوقت ده؟ اي حد عنده مشاكل صحيه مزمنه، عندك سكر، حد عنده ضغط، عنده مشاكل في القلب، حد اصلا مش متعود على الرياضه. فانت في العادي مش فات وجسمك مش متعود ان يلعب سبورت، ده انت ممكن تكون ما بتلعبش وواكل وعادي ونازل الجيم في الايام العاديه، بترجع كل جسمك وجعك تقعد تنام فيها اسبوع. فما تجيليش بقى حبكت وانت اصلا عمرك ما بتلعب وصايم وقبل في اخر ساعه وهتلعب، مش منطقي. ففي ناس بنقسمهم تلعب، لو هتلعب هيبقى قبل الساعه والساعه ونص اللي قبل الفطار، ولو مش، لو انت من الكاتيجوري اللي خايفه عندك سكر عندك مشاكل في قلب ضغط واتيفر، طبعا تحت اشراف الدكتور بتاعك، او انت مش فات ومش متعود على ده هنخلينا بعد الفطار. طب امتى بعد الفطار؟ على الاقل 3 ساعات بعد الفطار، لان الاكل الدم كله بيروح للمعده وبيهضم الاكل، سبيشالي بقى انت واكله ايه، فنديله فرصه يهضم الاكل يهضم وكده، ما ندخلش ان انا ادخل في تلبكات معويه وانتفاخ وقيء وتعب واجهاد والكلام ده. طيب كل الناس تلعب ولا؟ احنا قلنا في كاتيجوري ممكن ما يلعبش خالص. نلعب ايه بقى؟ ما ينفعش برضو ابقى في الاخر والعب رياضه عنيفه، لان انا كل لما بلعب فلما هلعب حاجات رياضه مودريت، همشي شويه في تراك، يعني ههرول حاجه بسيطه، شويه ايرابكس في الجيم، لان الرياضه الجامده جدا اوزان لا لا انا اي دونت ريكومند الحاجات دي لما تبقي فضل، لكن اي حاجه فيها بتبني عضلات بادي بيلدينج، هتلعبي حديد الكلام ده، لا ده هيبقى بعد الفطار احسن طبعا، لان انا هنا في المرحله دي هعمل فتنس، هلعب سبور، هحرق لو انا بعمل جيم.
برضو تاني كلمة أوزان هي نوعها، يعني هو أنت ولاده بيلعبوا وبيبنوا مصر بد، لا ده لازم بعد الفترة لو حاجة بسيطة وذن يعني كلام بسيطة ممكن. كلمة ختامية من الدكتور هشام عشان هنطلع بقى بعد كده يعني بالأغنية الختامية. بس الحقيقة عايزين نتكلم، بس أنا الحقيقة عايزة حضرتك نتكلم، إحنا اتكلمنا عن المتغيرات المناخية ومشاكلها، لكن هل ممكن نستفيد من بعض المتغيرات المناخية ويبقى ليها قيمة مضافة؟ ادينا إجابة يا دكتور. إيجابي قيمة مضافة، حاجة إيجابية في بداية كلام حضرتك، يعني مثلا أناديل البحر مثلا، هل ممكن يبقى فيها قيمة مضافة من وجهة نظرك؟ انا لا، يعني انت سؤالك الاخير ده بتاع اناديل البحر. هو اناديل البحر بيجي بسبب تلوث، يعني التغيرات المناخيه هتزوده مش هتقلله، انما الصينيين بيستفيدوا من اناديل البحر. هي دي الفكره، يعني عايزين نبقى ايجابيين بس شويه، ان بعض المتغيرات يبقى فيها قيمه. في حاجتين انا كنت عملت ندوه مره عندنا في الجامعه بسبب اللي هي اناديل البحر بين الافاده والاستفاده، يعني هي مفيده جدا، هي مضره جدا طبعا بالنسبه للكلام ده، والحمد لله النوع اللي موجود في مصر، النوع اللي موجود في مصر من اناديل البحر مش سام، لان في انواع سامه في استراليا وفي امريكا. الانواع اللي موجوده دي هو الصينيين بيشتروه بحيث ان هو بياخد الماده الحارقه اللي هي الكيميكال دي، بيطلع منها هو كيماويات معينه بتبقى موجوده. انما عمليه ان احنا ازاي نحول التغيرات المناخيه الى ادد فاليو، الى قيمه مضافه، انا زي ما بقول لحضرتك كده، انا عندي محصول زي محصول القمح، محصول زي محصول القطن ده هيزيد 20%، طب انا استثمر حاجه زي كده. ايوه انا عندي ممكن يحصل، طبعا ممكن دي انا يعني كل حاجه لها ايجابيات وسلبيات. ده اللي كان بس هي المشكله ناخد شويه ايجابيات يعني في قيمه مضافه. لا عشان اكون امين، الوضع درامي جدا بالنسبه للتغيرات المناخيه. طبعا هنفقد كثير، الناس هتفقد وظائفها، اماكن هتغرق، دي حقيقه. انا اسف ان انا بقول كده، الصناعيه الكبرى مش هتتحمل مسؤوليتها للاسف الشديد. فدي هو الوضع درامي ومؤلم شويه، لكن احنا لو عملنا التخفيفات والتكيفات ممكن نتعايش مع هذا الوضع. الوقت الجميل بيجري بسرعة. شكرا. يمكن الدكتور هشام القصاص ادانا جرس انذار لكل الناس والاصحاب القرار ومصدر القرار ان احنا ناخد بالنا في الفترة الجاية من موضوع التغيرات المناخية. موضوع مش سهل، لا ده عاوز عناية ودراسة واستشراف للمستقبل. دكتورة شيرين ادتنا روشتة كاملة ازاي نتعامل مع الحر واساليب التغذية السليمة وعلاقة المية بالجسم. اعتقد ان كانت حلقة جميلة جدا بضيوفنا الجمال. بشكرك عواطف، بشكرك جدا يا خالد، بشكرك جدا يا خالد، وبشكر طبعا ضيوفنا اللي كانوا منورين النهارده. بشكر الدكتور هشام القصاص الاستاذ وعميد معهد الدراسات والبحوث البيئيه بجامعه عين شمس، استشاري التغذيه والسمنه والنحافه الدكتوره شيرين متولي، ونشكرك على معلوماتك القيمه. بشكر اوركسترا وزاره الشباب اللي كانوا مشرفينا النهارده، احمد محمود واحمد العرياني واحمد علاء ومصطفى محمد ومحمد سليمان، وشكر خاص طبعا لمايسترو وزارة الشباب الدكتورة أمل جمال صديقتنا اللي دايما بتدعم الشباب. ونختم مع حضراتكم مع